يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول بأن من يسجد لغير الله لا يحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة. يا أخي حنا نحكم على الظواهر، أما البواطن لا يعلمها إلا الله. فمن سجد لغير الله حكمنا عليه بالشرك والكفر، ما إن الله ظاهر، أما كونه ما نوى أو له نية ثانية هذا ما نعلم، هذا حكمه إلى الله. والله ما أمرنا أن نحكم على ما في القلوب، أمرنا أن نحكم على الأمور الظاهرة، الألفاظ، الأفعال، التصرفات الظاهرة نحكم عليها. نعم.